السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من التلفزيون المصري وإليكم موجز أخبار التاسعة صباحا. وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالتفاصيل التنفيذية كافة لمشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين، ذلك اتساقا مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر ولتقديمها للإنسانية وشعوب العالم على النحو الذي يليق بها. وخلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، وجه السيد الرئيس أيضا بتكامل المشروع مع جهود تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة، كما وجه الرئيس السيسي بتوفير الخدمات كافة لزوار هذا المكان المتفرد على مستوى العالم مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري له، وكذلك مراعاة اعتبارات التنمية المستدامة من خلال دراسة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب الاهتمام بالزراعات والمسطحات الخضراء والتنسيق الحضري. دعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صياغة استراتيجية إفريقية واضحة للقضاء على خطر التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويله. وفي كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع الهيئة الموسعة لمكتب قمة الاتحاد الإفريقي، استعرض الرئيس السيسي موقف مصر تجاه عدد من قضايا السلم والأمن في القارة الإفريقية، وأكد سعي مصر لتقديم الدعم والمساعدة لدول القارة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آليات الاتحاد الإفريقي. واختتم الرئيس السيسي كلمته بالتأكيد أن مصر كعهدها لن تدخر جهدا نحو العمل مع أشقائها الأفارقة بما يسهم في تخطي التحديات التي تواجه القارة السمراء والعودة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف وتطلعات شعوبها نحو مستقبل أفضل. أكدت مصر والمملكة المتحدة التزامهما بتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ، وجاء ذلك في البيان المشترك لمصر والمملكة المتحدة الصادر عقب اجتماع وزير الخارجية سامح شكري رئيس الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 والوزير البريطاني ألوك شارما رئيس الدورة 26 للمؤتمر. وأكد البيان العمل من أجل التنفيذ الطموح لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس ولتنفيذ نتائج ميثاق غلاسكو للمناخ ودعم جهود الدول النامية للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ. وقد أشار البيان أن المملكة المتحدة ستقدم دعمها الكامل لمصر لتحقيق نتائج طموحة خلال الدورة 27 لمؤتمر COP27 بما في ذلك ضمان مساعدة الأطراف الأكثر تأثرا بتبعات تغير المناخ. محليا، أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 1000 إصابة جديدة و101 بفيروس كورونا و26 حالة وفاة، كما أعلنت الوزارة خروج 924 متعافية من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافي من الفيروس إلى 332531 متعافية. عالميا، ذكرت جامعة جونز هوبكنز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى أكثر من 326 مليون، بينما تخطت حصيلة الوفيات حاجز 5 ملايين. وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل أكثر من 270 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية منذ 8 أشهر، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 37 مليون. وأضافت الوزارة أنها سجلت 314 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 84 ألف حالة. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه لكل المحاولات المشبوهة للتدخل في الشأن الداخلي، وقال إنه لن يسمح بإسقاط الدولة أو توظيف مؤسساتها. وذكرت الرئاسة التونسية أن الرئيس التونسي حث خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، حث القضاة على أن يكونوا قوة دفع وأن يشاركوا في عملية الإصلاح لتحقيق العدل في البلاد. أعلن التحالف العربي في اليمن مقتل 340 إرهابيا وتدمير 37 آلية عسكرية خلال عمليات استهداف ضد الميليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء. في الشأن ذاته، واصلت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية إحراز تقدم ميداني على امتداد مسرح العمليات العسكرية في جبهات جنوب محافظة مأرب، وتمكن الجيش اليمني من السيطرة على مناطق واسعة باتجاه عقبة ملعى تزامنا مع إحراز تقدم ميداني كبير
في مديرية الجوبة وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيات الحوثية التي تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة في المعارك. ضربت موجات مد عاتية تسونامي سواحل اليابان المطلة على المحيط الهادئ في وقت مبكر اليوم، وذكر وذلك عقب ثوران بركاني هائل تحت الماء في جزيرة تونغ الواقعة في جنوب المحيط الهادئ. وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية تحذيرات وحثت أكثر من 210 ألف ساكن على الانتقال إلى مناطق مرتفعة، مشيرة إلى أن موجات تسونامي يبلغ ارتفاعها 3 أمتار قد تضرب بعض الجزر الأخرى الواقعة جنوب غرب اليابان، مع احتمال وصول موجات تسونامي متعددة ومتلاحقة. من التلفزيون المصري قدمنا لحضراتكم موجز أخبار التاسعة صباحا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.